مشاهدينا هلا رح نطلع معكم بفقره الطقس لنعرف تفاصيل اكثر عن الحاله الجويه بالايام القادمه. صباح الخير لبنى. يسعد صباحكم فرح وداليا، كيفكم اليوم؟ الحمد لله تمام. يسعد صباحك لبنى، انت اليوم يعني لابسه لبس صيفي بامتياز. صحيح. بتشجعينا على الصيف عشان اثبت لكم انه انا شخص صيفي بامتياز. انا وانت وداليا. هذا مؤشر انه رح يكون درجات الحراره مرتفعه ولا لا؟ هلا هو درجات الحراره اجمالا مرتفعه، ولكن رح تبقى زي ما هي، ما في اي ارتفاع رح يحصل جديد، يعني زي درجات الحراره اللي تعودنا عليها، في ارتفاع شوي ملموس ببعض المناطق وبعض المناطق لا، معتدل درجات الحراره فيها. ممتاز. طبعا اكيد للتفاصيل اكثر حاليا رح احكي لكم الكم وللمشاهدين. يسعد صباحكم مشاهدينا. تبقى درجات الحرارة على معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في بعض المناطق، وحارا أو شديد الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. أما الرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، وأيضا قد تؤدي إلى الغبار في المناطق الصحراوية. أما ليلا يبقى الطقس دافئا في أغلب المناطق، أما في مناطق الجبال والسهول ممكن أن تؤدي إلى رياح شديدة. مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى تفاصيل الحالة الجوية في بعض محافظات المملكة، ونبدأ في العاصمة الأردنية عمان. وعمان تسجل طبعا في ارتفاع على درجات الحرارة، تسجل عمان العظمى 30 درجة مئوية بينما الصغرى 28. بالانتقال إلى الزرقاء 31 درجة مئوية العظمى والصغرى 29 درجة مئوية. ننتقل إلى معان 30 درجة مئوية العظمى بينما الصغرى 27. وأيضا بالانتقال إلى المفرق 30 درجة مئوية العظمى 28 الصغرى. طبعا مشاهدينا بنشهد في ارتفاع في بعض المناطق. العقبة أيضا 42 درجة مئوية العظمى ومادبة 29 درجة العظمى بينما الصغرى 26. وننتقل أيضا إلى الطفيلة 30 درجة العظمى بينما الصغرى 28 درجة. وأيضا بالانتقال إلى الكرك 33 درجة مئوية و29 درجة مئوية الصغرى، والبتراء 31 درجة و27. أيضا إربد 31 و28 درجة مئوية. بالانتقال أيضا إلى عجلون تسجل 31 درجة مئوية العظمى بينما الصغرى 28 درجة، وجرش 31 و27 درجة مئوية. مشاهدينا هاي كانت درجات الحرارة في بعض محافظات المملكة. بالعودة إلى داليا وفرح، زي ما شفنا داليا وفرح في بعض المناطق تشهد ارتفاع خفيف يعني، وفي بعض المناطق لا الحراره فيها مستقره بنقدر يعني نكتب. احنا واصلين لمرحله الثبات حاليا، الثبات الاستقرار بالضبط. بعدين شو ممكن يصير الله اعلم، لسه ما بنعرف. طيب في توصيات بتحب توصي الناس فيها لبنى؟ طبعا اكيد. هلا في بعض المناطق فيها درجات الحراره مرتفعه، فبننصح الناس والمشاهدين انه ما يوقفوا لساعات طويله على تحت أشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة أو العصر. أيضا كمان بننصحهم بشرب السوائل والمرطبات، وأهم شغلة الإكثار من شرب المياه.